بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على قمر بني هاشم، السلام على صاحب اللواء، السلام على السقاء، السلام على أبي الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. كان جمال وجه العباس عليه السلام سبب تسميته بقمر بني هاشم، أما تسميته بأبي الفضل فلكثرة فضائله، وسمي بالسقاء لأنه من أحضر الماء لأطفال الحسين مضحيا بنفسه. فلما كان اليوم السابع من محرم حاصر جيش الأعداء نهر الفرات ومنعوا الماء عن الإمام الحسين وأصحابه وأطفاله الذين نفذ الماء من عندهم وكانوا يشعرون بالعطش الشديد، فأمر الإمام الحسين عليه السلام أخيه العباس بن علي بن أبي طالب أن يقاتل جيش عمر بن سعد ويحضر الماء. فانطلق العباس عليه السلام ومعه 30 فارسا وعشرين راجلا، فأمر الإمام الحسين عليه السلام أخيه العباس بن علي بن أبي طالب أن يقاتل جيش عمر بن سعد ويحضر الماء. فانطلق العباس عليه السلام ومعه 30 فارسا وعشرون راجلا، وكان معه 20 قربة وهي الوعاء الذي يوضع فيه الماء. وحين وصلوا للماء كان بعضهم يقاتل وبعضهم يملأ القرب بالماء، وبعد قتال شديد وضحت فيه قوة العباس وأصحاب الحسين رغم قلتهم وكثرة جيش الأعداء. وفي ليلة العاشر من المحرم أراد عمر بن سعد الهجوم على جيش الإمام الحسين وقتاله، ولكن الإمام الحسين طلب من العباس عليه السلام أن يطلب منهم أن يمهلوهم حتى يوم الغد ويكون القتال في نهار يوم العاشر، لأنه كان يريد أن يصلي ويدعو الله ويستغفره. قبل ابن سعد طلب الإمام الحسين عليه السلام وقال: قد أجلنا حسينا وأصحابه يومهم وليلتهم. وعلى الرغم من أن العباس أخذ وعدا بتأجيل المعركة إلى يوم الغد، إلا أنه بقى تلك الليلة ساهرا يحرس الخيام ويدور في وسطها. وفي صباح العاشر استعد جنود الحق لمواجهة جنود الباطل واشتد القتال، وتقدم أصحاب الحسين عليه السلام وأهله وجعلوا يقاتلون حتى استشهدوا واحدا بعد الآخر، ورووا بدمائهم الطاهرة أرض المعركة. أقبل العباس فقدم أخوته 3 عبد الله وجعفر وعثمان، وقاتلوا دفاعا عن الإمام الحسين حتى قتلوا. ولما اشتد العطش بالحسين عليه السلام وأهل بيته سمع العباس صياح النساء والأطفال من شدة العطش، فطلب من أخيه الحسين عليه السلام السماح له بالقتال لجلب الماء فدنا الحسين من أخيه العباس وقال له: يا أخي، أنت صاحب لوائي، فإذا مضيت يؤول جمعنا إلى الشتات. فقال العباس: قد ضاق صدري وسئمت من الحياة. فأذن له الإمام الحسين عليه السلام، فركب العباس فرسه وأخذ رمحه وقربة ليضع فيها الماء وتوجه نحو نهر الفرات. فأحاط به جنود عمر بن سعد ورموه بالسهام، فقاتلهم بكل شجاعة وقتل منهم عددا كبيرا وتمكن من الوصول إلى الماء. وحين وصل للماء غرف بيده غرفة وأراد أن يشربها، فقد كان يشعر بالعطش الشديد بعد كل هذا القتال، ولكنه تذكر عطش أخيه الحسين وعطش الأطفال الصغار والنساء، فرمى الماء من كفه وقرر أن لا يشرب وهم عطاشا، وملأ القربة وحملها على كتفه وتوجه نحو الخيام، ولكن الأعداء لا يريدون للحسين أن يشرب الماء، فأحاطوا بالعباس من جميع الجهات فقاتلهم بكل قوة
وظل يقاتل ويقاتل حتى اختبأ رجل يسمى نوفل بن الأزرق خلف جذع نخلة، وضرب العباس بالسيف على يده اليمنى فقطعها، فحمل العباس الماء بيده اليسرى وظل يقاتل قائلا: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. ثم جاء رجل يسمى حكيم بن الطفيل فضربه على يده اليسرى فقطعها، فحمل العباس الماء بأسنانه فصوب الأعداء سهما نحو الماء في القربة فانسكب الماء منها، وصوبوا سهما آخر أصاب عين العباس عليه السلام، فحاول العباس أن يخرج السهم من عينه، فضربه رجل بعمود من حديد على رأسه فسقط شهيدا. وحين رآه الإمام الحسين عليه السلام مقتولا قرب شاطئ الفرات قال عليه السلام: الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي. ومضى أبو الفضل وإخوته شهداء، فكانوا أروع مثال للعزة والكرامة والوفاء. فسلام على العباس يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا في جنة الخلود والرضوان. كما توجد مسابقة يومية على إنستغرام المأتم، وهي عبارة عن سؤال على هذه القصة وجائزة تثقيفية عن واقعة الطب.